السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضرتنا في منهج الميكانيكا الهندسية الفرع الخاص بالديناميكا، المحاضرة رقم 4. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها constraint motion of connected particles absolute dependent motion، الحركة التابعة للأجسام. مقدمة: في بعض النماذج الميكانيكية الموجودة في الطبيعة بنلاقي إن حركة جسم بتعتمد اعتماد كلي على حركة جسم آخر أو حركة مجموعة من الأجسام بالأخرى. هذه الاعتمادية في الحركة بتحصل لو كان الأجسام اللي عندي المتحركة مرتبطة مع بعضها أو مربوطة مع بعضها بحبل، بشرط إن هذا الحبل أو هذه الأحبال غير قابلة للتمدد، وبتكون هذه الأحبال بتمر على بكرة. عندنا بعض النماذج في الحركة التابعة بتاعتنا بنوصفها إن هي 1 degree of freedom أو 2 degree of freedom، ومعنى كلمة degree of freedom هو أقل عدد من المتغيرات المستقلة اللي بتأثر على النظام أو بتأثر في حركة النظام. تعال ناخد أول نوع من هذه النماذج اللي هي 1 degree of freedom، اللي بيكون عندي عدد متغيرات المستقلة اللي بتأثر على النظام متغير واحد فقط. تعال ناخد مثال: لو أنا عندي جسمين بيتحركوا في خط مستقيم، لأن تطبيق الحركة التابعة تطبيق للحركة في خط مستقيم، كل جسم فيهم بيتحرك على خط مستقيم مختلف عن الآخر، مايل بزاوية. لو تلاحظ إن الجسمين اللي عندي مربوطين بحبل والحبل مر على البكرة، ده معناه إن لو الجسم A اتحرك بناءً عليها اتحرك الجسم B أو العكس. وبناء عليه بتوصف هذه الحركة بأن هي حركة تابعة، لأن لو الجسم A تحرك لأسفل الجسم A هيتحرك لأعلى أو العكس، فكل من حركة الـ A أو الـ B معتمدة على حركة الآخر. خطوات الحل أو خطوات التحليل لأي منظومة بتتحرك حركة تابعة: أول حاجة بختار النقطة الثابتة أو خط ثابت أنسب له جميع متجهات الموضع زي ما خدنا في المحاضرات اللي فاتت. ففي المسألة دي مثلا هاخد النقطة الثابتة هي النقطة O، وأقوم نسيب لها متجهات الموضع، فأحدد بذلك البوزيشن كوردينيت لكل جسم على حدة، وأبدأ أوقع على الرسم متجهات الموضع الخاصة بكل جسم. بالنسبة للجسم A فمتجه الموضع الخاص به هو الـ SA اللي هو بعده عن النقطة الثابتة O. بالنسبة للنقطة B متجه الموضع الخاص به هو الـ SB اللي هو بعده عن النقطة الثابتة اللي اسمها O. بعد كده لازم في الحركة أحدد فين الاتجاه الموجب وفين الاتجاه السالب. الاتجاه الموجب بيكون من النقطة A متجها لموضع الجسم A أو من النقطة O متجها لموضع الجسم B، يعني إن الاتجاه الموجب للحركة هو اتجاه زيادة متجه الموضع. بالنسبة للجسم A اتجاه زيادة متجه الموضع بتاعه لما يكون الجسم اللي عندي بيتحرك لأسفل، لأن لما بيتحرك لأسفل الموضع أو متجه الموضع SA بيزيد، يبقى الاتجاه الموجب لحركة الجسم A هو الحركة ناحية أسفل على المستوى المائل. كذلك الاتجاه الموجب لحركة الجسم B اتجاه زيادة متجه الموضع SB، فيكون الاتجاه الحركة الموجب هو الاتجاه حركة الجسم B على المستوى المائل الأسفل. أهم حاجة في الاعتبار تاخدها إن احنا مفترضين من البداية إن طول الحبل الواصل ما بين الجسمين أو اللي رابط الجسمين مرا على البكرة مقدار ثابت، يعني طول الحبل اللي هو ABCD ده مقدار ثابت، وكنا فرضين لو تتذكر في الشريحة اللي فاتت ان هذا الحبل غير قابل للتمدد. يبقى دول فرضين اساسيين تحطهم في الاعتبار، ان طول الحبل اللي عندي غير قابل للتمدد، وبناء عليه طالما ان هو غير قابل للتمدد يبقى معناه ان طول الحبل مقدار ثابت، وده اهم فرض هيبني عليه حل هذا النوع من المسائل. تعال نبدأ نحلل المنظومة اللي عندنا او ازاي نحل المسألة اللي عندنا. الحل هيعتمد على الفرض اللي احنا افترضناه ان طول الحبل مقدار ثابت اللي هو رابط الكتلتين ببعض. فانا عندي الكتلة A والكتلة B مربوطة بحبل، الحبل ده عبارة عن الجزء اللي اسمه AB زائد الجزء اللي اسمه BC زائد الجزء اللي اسمه CD، ده كله بيساوي مقدار ثابت. الجزء اللي اسمه AB، الجزء اللي اسمه BC اللي هو المار على البكرة بيساوي باي R على الأربعة، زائد الجزء CD ينزل زي ما هو بيساوي ده كله مقدار ثابت. بما ان طول الحبل ده مقدار ثابت
ولان احنا فرضين ان الحبل اللي عندي غير قابل للتمدد. وبما ان الجزء اللي مر على البكره اللي هو البي سي اللي بيساوي باي ار على 4، لان البكره اللي عندي نصف قطرها ثابت، ده بناء عليه بمعنى كده طول الحبل او جزء من الحبل اللي مر على البكره ده مقدار ثابت نظرا لان نصف قطر البكره ثابت. طيب بالنسبه للاي بي والسي دي، هل دول ثوابت ولا متغيرين؟ دول هيتغيروا بناء على حركه الجسم A والجسم B، لان كل منهما يمثل متجه الموضع للجسم A او متجه الموضع للجسم B. المعادلات الخاصه بالحركه التابعه، معادله الموضع، معادله الموضع دي جايه من اخر معادله وصلنا لها اللي هو كان عباره عن الاي بي زائد الجزء اللي مر على البكره اللي هو مقدار ثابت زائد الجزء اللي اسمه سي دي. وقلنا ان ده كله بيساوي مقدار ثابت اللي هو طول الحبل، وقلنا ان الجزء المر على البكره ده مقدار ثابت. اذا اقدر اشيل الجزء اللي اسمه اي بي واحط مكانه اس اي، واشيل الجزء اللي اسمه سي دي واحط مكانه الجزء اس بي اللي هو موضع الجسم A وموضع الجسم B. انما الجزء اللي هو مقدار ثابت اللي هو كان مر على البكره هنقله الطرف اللي هناك باشاره مخالفه، ده هيروح ثابت مع مجموعه الثوابت اللي انا ما اعرفهاش، هعتبر ان دي سله الثوابت اللي عندي. فبقت المعادله عباره عن اس اي زائد اس بي بيساوي مقدار ثابت، ودي بسميها البوزيشن ايكويشن، معادله الموضع، موضع الجسم A زائد موضع الجسم B بيساوي مقدار ثابت. اقدر استنتج منها معادله الازاحه. طب لو الجسم اللي اسمه ايه ده اتحرك حركه لاسفل، ده معناه ان هيعمل ازاحه مقدارها دلتا اس ايه، هل الجسم بي هيتم واقف زي ما هو ولا هيتحرك لاعلى؟ هيتحرك لاعلى مقدار ازاحه اسمه اس بي. يبقى اقدر اقول ان الديسبيسمنت ايكويشن عباره عن دلتا اس ايه زائد دلتا اس بي بيساوي زيرو. بيساوي زيرو لان الازاحه اللي عملها الايه لاسفل، وعلى اعتبار ان الحركه الاسفل هي الحركه الموجبه، يعني اشاره موجبه، وبناء عليه الجسم بي هيعمل نفس الازاحه الاعلى باشاره سالبه، لان احنا افترضنا ان الاتجاه الموجب للحركه هو اتجاه زياده متجه الموضع، يعني الاتجاه الاسفل، فتبقى الازاحه الخاصه بالجزء بي ازاحه سالبه. لما تيجي تجمع الكميتين مع بعض هيطلع لك ان هما بيساوي زيرو، لان كل واحد فيهم بيتحرك في اتجاه والازاحه متجه. اقدر استنتج معادله السرعه، ان انا اروح اعمل عمليه اشتقاق لمعادله الموضع دي بالنسبه للزمن. تفاضل موضع A بالنسبة للزمن يديني سرعة A، تفاضل موضع B بالنسبة للزمن يديني سرعة B، تفاضل المقدار الثابت بالنسبة للزمن يديني زيرو. يبقى أنا قدرت أجيب معادلة السرعة اللي هي هتبقى عبارة عن VA زائد VB بيساوي زيرو. أقدر أعمل عملية اشتقاق مرة أخرى عشان أستنتج معادلة العجلة، تفاضل السرعة بالنسبة للزمن للجسم A يديني عجلة A، تفاضل السرعة للجسم B بالنسبة للزمن يديني عجلة B، وتفاضل الزيرو بزيرو. يبقى انا قدرت احصل على الايكويشن الخاصه بالديبندنت موشن بالحركه التابعه، عندي معادله الموضع، معادله الازاحه، معادله السرعه، معادله العجله. لو تلاحظ لو جينا مثلا لاي معادله فيهم زي معادله السرعه، علشان اقدر احسب سرعه ايه يبقى لازم يكون معطى من عندي مين في المساله؟ سرعه بي، وده اللي احنا نقصد بيه بالوان ديجري اوف فريدم. يعني بمجرد ما تكون سرعه بي دي معطاه ولازم تكون معطاه في المساله، يبقى اقدر احسب سرعه ايه اللي هو المتغير ايه. ده بمعنى كده ان المنظومه ديت بمجرد ما اديتها معطى اللي هو سرعه بي، قدرت احسب منها المتغير اللي فاضل في المساله اللي عندي. ده معناها ان هي في متغير واحد فقط بيتحكم في حركه المنظومه ديت، بنسميه المتغير المستقل، سواء كان ايه او بي اقدر احسب منها المتغير التاني. طبعا من ضمن المسائل السهله البسيطه، لان دايما هديك سرعه بي تقدر تجيب سرعه ايه، اديك عجله ايه تقدر تجيب عجله بي. تعال ناخد مثال تاني. لو عندي كتلتين ايه وبي، والكتلتين دول مربوطين بحبل، وخلي بالك هل انا عندي اكتر من حبل ولا هو حبل واحد، اتحرك مع الحبل مر فوق البكره الاولانيه، وبعد كده مر على البكره الثانيه، وبعد كده تثبت في الجزء الاعلى السطح. يبقى أنا عندي حبل واحد فقط في هذه المنظومة بيربط الكتلتين A و B، واستخدمت في هذه المنظومة بكرتين، البكرة الأولى والبكرة الثانية.
تعال نشوف ازاي هنحلل المنظومة ديت اعتمادا على الفرض الرئيسي اللي احنا افترضناه والاساسي في هذه المنظومة او في هذا النوع من الحركة، ان طول الحبل مقدار ثابت. فين طول الحبل؟ طول الحبل الجزء اللي اسمه AC زائد الجزء اللي مر على البكرة اللي اسمه CD زائد الجزء الثاني اللي اسمه DE زائد EF زائد FG، ده كله بيساوي مقدار ثابت. يبقى الـ AC زائد CD ده هو جزء الحبل اللي مر على البكرة وبيساوي باي R واحد، لان هفترض ان البكرة الاولى دي نصف قطرها اسمه R واحد، زائد الجزء اللي اسمه دي اي زائد الجزء اللي مرر على البكرة رقم 2 اللي هو هيبقى عبارة عن باي ار 2 زائد الاف جي، ده كله بيساوي كونستنت. بعد كده هختار نقطة ثابتة انسب لها جميع متجهات الموضع. خدنا السطح الاعلى هنسيب له جميع متجهات الموضع، او ممكن تاخد مركز اعلى بكرة بس بشرط ان البكرة دي تكون مثبتة، يعني مش بكرة متحركة. لو جيت تبص على البكرة الاولى دي هتلاقيها مثبتة في السطح الاعلى، انما البكرة التانية دي هتلاقيها متحركة مع حركة الحبل، يعني ما ينفعش اخد السنتر بتاع البكرة التانية ده كمركز او نقطة ثابتة نسيب لها متجهات الموضع. يبقى قدامك حل من الاتنين، يا تاخد السطح الاعلى ده تنسيب له جميع متجهات الموضع، يا اما تاخد سنتر اعلى بكرة وتنسيب له جميع متجهات الموضع. اقدر دلوقتي استنتج معادلة الموضع. الـ AC ده ممكن اشيله واحط مكانه الـ SA اللي هو موضع الجسم A. الجزء الباي R واحد ده بما انه ثابت يتنقل هناك مع الثوابت اللي هي في الجزء الخاص بسلة الثوابت. الجزء اللي اسمه DE هو نفسه يمثل موضع الجسم B بالنسبة للنقطة الثابتة. الجزء اللي هو اسمه AF اللي هو مارر على البكرة الثانية وده مقدار ثابت يتنقل هناك مع سلة الثوابت، والجزء اللي اسمه FG ده بيمثل لي الـ SB اللي هو موضع الجسم B بالنسبة للنقطة الثابتة. فبقت المعادلة عبارة عن SA زائد SB زائد SB بيساوي مقدار ثابت. حد هيسأل ان طول الـ ED ده اللي انا اعتبرته SB يختلف عن طول الـ FG اللي احنا برضو اعتبرناه SB. خلي بالك ان جزء من الحبل من اول السنتر لحد السطح الاعلى ده مقدار ثابت، يعني انا ممكن اقول ان الطول FG ده عبارة عن DE زائد المقدار الثابت من السطح الاعلى للسنتر، وده بما انه مقدار ثابت ما بيتغيرش فيروح مع سلة الثوابت. يبقى هعتبر ان طول الحبل AC هو موضع الجسم A، طول الحبل DE او FG هو موضع الجسم B، فبقت المعادلة عبارة عن SA زائد SB زائد SB بيساوي مقدار ثابت. يبقى معادلة الموضع بقت عبارة عن SA زائد 2SB بيساوي مقدار ثابت. بمجرد ما وصلت لمعادلة متجه الموضع تقدر بسهولة جدا ان انت تكمل بقية المسألة اللي عندك، وبناء عليه قدرنا نوصل لمعادلة متجه الموضع. انا عايزك تتعود ان احنا بسهولة جدا اقدر استنتج هذه المعادلة بمجرد النظر. اقدر استنتج المعادلة دي بمجرد النظر ازاي؟ اعتبر خلاص ان انا لسه ما عملتش اي حاجة. انا خلاص المنظومة اللي عندي ديت خدت خط ثابت نسبت له جميع متجهات الموضع، سواء كان الخط الثابت ده سطح العلوي او مركز الدايرة، ويفضل عشان ما تتلخبطش كتير في الجزء الثابت اللي هو اللي فوق الدايرة ده، انت ممكن تاخد ان الخط الثابت اللي هنسيب له جميع متجهات الموضع هنا. طيب بص لحركة الجسم ايه، انسى الجسم بيه خالص، انسى نهائيا الجسم ايه. لما يجي يتحرك بيتحرك معاه كم جزء من الحبل؟ بيتحرك معاه جزء، يعني نتيجة حركة الجسم ايه انسى الجسم بي بالحبل اللي واصل بيه نهائيا. حط ايدك على الجزء الخاص بالبي خالص. لما حرك الجزء ايه ده ويتحرك الكتلة ايه لأسفل بيتحرك معاه متجه الموضع اللي اسمه اس ايه، او بمعنى اخر هتلاقي ان الكتلة ايه مربوطة بجزء حبل واحد فقط، يبقى معنى كده واحد في اس ايه. زائد الغي الكتلة ايه خالص، حط ايدك على الجزء الخاص بالكتلة ايه. لما تيجي تحرك الكتلة بي لأعلى او لأسفل بيتحرك معاها كم حبل؟ بيتحرك معاها جزئين من الحبل، يعني او بمعنى اخر هتلاقي ان الكتلة بي في حبلين بيتحركوها لأعلى او لأسفل، يعني هي مربوطة بحبلين اللي هو الحبل اي دي او الحبل اف جي،
يبقى معنى كده ان هي زائد 2 اس بي، وده كله بيساوي كونستانت، وفي الاخر ان جميع الثوابت بتروح الطرف اليمين. يبقى ممكن بمجرد النظر تقدر تستنتج المعادله ديت، ان الكتله ايه مربوطه بجزء من الحبل واحد فقط، يبقى واحد في اس ايه، الكتله بي مربوطه في بجزئين من الحبل اللي هو الاي دي والاف جي، يبقى زائد، طالما ان هي مربوطه بجزئين من الحبل يبقى زائد 2 اس بي بيساوي مقدار ثابت. اقدر استنتج منها معادله الازاحه، بتستنتج بمعادله الموضع مباشره، يبقى دلتا اس اي زائد 2 دلتا اس بي بيساوي 0، معناها ان لما يتحرك الجسم اي ازاحه لاسفل هيتحرك الجسم بي 2 ازاحه لاعلى. اقدر اجيب منها معادله السرعه، ان انا اروح افاضل معادله الموضع بالنسبه للزمن، يبقى عباره عن في اي زائد 2 في بي بيساوي 0. اقدر اجيب منها معادلة العجلة، ان انا افاضل معادلة السرعة بالنسبة للزمن. برضو انت لو بصيت للمعادلات اللي طلعناها هتلاقيها ان هي في متغيرين اتنين فقط، اللي هو الـ VA والـ VB او الـ AA والـ AB. يعني معنى كده ان في واحد هديهولك في المسألة، احدهما هيعطى في المسألة، ويفضل متغير واحد فقط تقدر تحسبه بكل سهولة، عشان كده توصف المنظومة دي ان هي 1 degree of freedom. تعال ناخد مثال ثالث. بيقول لي ان انا لو عندي منظومه بالشكل ده، في عندي كتله بتتحرك على سطح افقي والكتله الثانيه متعلقه راسيا، في حبل مرر على بكره، اتاكد انت عندك كم حبل الاول، هو حبل واحد فقط. الحل المساله بيعتمد على الكلام اللي احنا قلناه سابقا، ان طول الحبل مقدار ثابت. طول الحبل ده عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء اللي اسمه ايه بي، اللي احنا بنسميه اس اي. طبعا انت هتختار الاول نقطه ثابته تنسب لها جميع متجهات الموضع، هاخد النقطة الثابتة اللي هي النقطة O، فيبقى المسافة من O لحد موضع الجسم A دي اسمها SA، المسافة من O لحد موضع الجسم B بسميها SB. يبقى طول الحبل مقدار ثابت، يبقى طول الجزء اللي اسمه AB ده اللي اسمه SA زائد طول الجزء أو الحتة من الحبل أو جزء من الحبل المر مع البكرة اللي هو باي R 2 على 2، زائد طول الحبل اللي اسمه سي دي اللي هو نفسه اس بي، زائد طول الجزء المارر على البكره السفليه اللي هو باي ار 1، زائد طول الحبل اللي اسمه اي لحد هنا فقط، ده لحد النقطه اللي هي المناظره للنقطه سي اللي هو نفسه اس بي، زائد الجزء الثابت اللي اسمه بي. تعالى نكون المعادله تاني كده، يبقى اس اي زائد باي ار 2 على 2، زائد طول الحبل ده اللي اسمه اس بي، زائد طول الحبل المناظر له اللي اسمه اس بي، يبقى انا عندي كده 2 اس بي، زائد الجزء من الحبل المارر على البكره اللي هو باي ار 1، زائد الجزء الثابت اللي فوق اللي اسمه بي. الاجزاء الثابته اللي هي باي ار 2 على 2 او باي ار 1 او بي، ده كلها ثوابت تروح في الطرف اليمين مع سله الثوابت. فبقت المعادلة عبارة عن اس اي زائد 2 اس بي بيساوي مقدار ثابت. ارجع تاني واقول ان انت تقدر تستنتج هذه المعادلة بمجرد النظر، الجزء ايه او الكتلة ايه مربوطة بكم جزء من الحبل؟ بواحد، يبقى واحد اس اي. الكتلة بي مربوطة بكم جزء من الحبل؟ بجزئين، اللي هو الجزء ده والجزء ده، يبقى زائد 2 اس بي بيساوي مقدار ثابت. تقدر تجيب منها معادلة الإزاحة، دلتا اس اي زائد 2 دلتا اس بي بيساوي 0. معادلة الإزاحة بتبقى استنتاجها من معادلة الموضع مباشرة. أقدر أجيب معادلة السرعة، إن أنا أفاضل الموضع بالنسبة للزمن، يبقى في اي زائد 2 في بي بيساوي 0. أقدر أجيب برضو معادلة العجلة، يبقى اي اي زائد 2 اي بي بيساوي 0. تعال ناخد النوع الثاني من المنظومات اللي بتتحرك حركة تابعة، اللي هي بتوصف ان هي 2 degree of freedom. يعني انا عندي عدد المتغيرات المستقلة اللي بتأثر على النظام 2. تعال ناخد منظومة بالشكل ده. تعال اول حاجة هنعملها ان انا هتأكد انا عندي كم حبل موجود في المسألة. عندي حبل واحد فقط. عندي كم كتلة رايح ادرس الحركة بتاعتها، 3 كتل الـ A والـ B والـ C. اول خطوة هتروح تختار خط ثابت تنسب له جميع متجهات الموضع، يا اما تاخد السطح العلوي، يا اما تاخد سنتر اعلى بكره، بس بشرط ان هي تكون بكره مثبته غير متحركه. يبقى عندي من هنا لهنا موضع الجسم ايه، حط بقى متجهات الموضع للاجسام اللي عندك. يبقى من هنا لهنا موضع الجسم ايه،
من هنا لهنا للسطح العلوي موضع الجسم بي، ومن الكتلة سي لحد السطح اللي انت اخترته او الريفرنس اللي انت اخترته ده موضع الجسم بي. خلاص وقعت متجهات الموضع على الرسمة اللي هو بعد كل جسم عن نقطة ثابتة او عن خط ثابت اخترناه في المسألة. معادلة الموضع، ما تيجي نستنتج معادلة الموضع بمجرد النظر. عشان تستنتجها بمجرد النظر حط ايدك على الجزء الخاص بالبي والسي خالص. بص للكتلة ايه، الكتلة ايه مربوطة بكم جزء من الحبل؟ بجزئين، يبقى 2 اس ايه. الغي خالص وحط ايدك على الجزء الخاص بالكتلة ايه والكتلة سي. الكتلة بي مربوطة بكم جزء من الحبل؟ جزئين، يبقى زائد 2 اس بي. حط ايدك على الجزء الخاص بالكتلة ايه والكتلة بي نهائيا، هتبص على الكتلة سي هتلاقيها مربوطة بجزء واحد من الحبل، يبقى 1 اس سي بيساوي مقدار ثابت. او ترجع لنفس الطريقة اللي كنا بنعملها، ان احنا فرضين ان طول الحبل مقدار ثابت، يبقى الطول من هنا لهنا زائد الطول المر على البكرة الاولى زائد الطول ده زائد الطول المر على البكرة الثانية زائد الطول ده زائد الطول المر على البكرة الثالثة زائد المسافة من الحبل ديت زائد الطول اللي مر على البكرة زائد هذه المسافة، ده كله بيساوي مقدار ثابت. هتلاقي نفسك ان المسافة من هنا لهنا هي اس ايه، المسافة من هنا لهنا هي نفسها اس ايه، والمسافة من هنا لهنا هي اس بي، ودي هي نفسها اس بي، والمسافة دي هي اس سي. وهتلاقي عندك مجموعة من اجزاء من الحبل اللي مرين على البكرة، واحنا قلنا ان دول مقدار ثابت وبناء عليه يروحوا الطرف اللي في اليمين اللي في سلة الثوابت. هتلاقي نفسك بتستنتج نفس المعادلة اللي هي 2 اس ايه زائد 2 اس بي زائد اس سي بيساوي مقدار ثابت. عايزك تعود نفسك ازاي تستنتج هذه المعادلة بمجرد النظر. بعد كده معادلة الازاحة بيتم استنتاجها من معادلة الموضع، يبقى 2 دلتا اس ايه زائد 2 دلتا اس بي زائد دلتا اس سي بيساوي 0. بعد كده تستنتج معادلة السرعة، ان انت هتفاضل معادلة الموضع بالنسبة للزمن، يبقى 2 في ايه زائد 2 في بي زائد في سي بيساوي ثابت بيساوي 0. بعد كده تستنتج معادلة العجلة، 2 اي ايه زائد 2 اي بي زائد اي سي بيساوي 0. لو بصيت لأي معادلة من المعادلات دي، مثلا على سبيل المثال معادلة العجلة، هتلاقي ان المعادلة دي فيها 3 متغيرات. يعني علشان اقدر احسب اي متغير منهم لازم يكون فيه 2 معلومين بالنسبة لي. يبقى معنى كده علشان المعادلة دي تتحل يبقى لازم يكون معطى في المسألة 2 منهم. يعني مثلا لو معادلة العجلة عشان احسب عجلة ايه لازم تكون عارف عجلة بي ولازم تكون عارف عجلة سي. يبقى معنى كده عشان المنظومة دي يتم حلها بشكل صحيح لازم يكون في متغيرين معلومين بالنسبة لي، عشان كده توصف هذه المنظومة بان هي 2 ديجري اوف فريدم. في المنظومات اللي فاتت كان عندي متغيرين فقط في ايه وفي بي، عشان اقدر احل المنظومة كان لازم يكون عندي واحد فيهم فقط اقدر اجيب التاني، عشان كده كانت بتوصف ان هي 1 ديجري اوف فريدم. انما هنا لازم يكون 2 معلومين علشان اقدر احسب التالت فتوصف ان هي 2 ديجري اوف فريدم. تعال ناخد مثال خامس. بيقول لي عندي 3 كتل ايه وبي وسي. تعال نشوف دلوقتي انا عندي كام حبل موجود في المسألة. عندي حبل بادئ من الكتلة بي مار بالبكرة لأعلى، وبعد كده مار على الكتلة سي، وبعد كده مربوط في سنتر البكرة اللي اسمها دي، والحبل انتهى على كده. يبقى ده حبل وخلاص وخلص. وعندي حبل تاني بادئ من الايه ومار بالبكرة دي ومربوط في السطح العلوي. يبقى انا عندي حبلين موجودين في المسألة. يبقى في هذا النوع او في هذا النوع من المسائل كل حبل فيهم بيتم استنتاج لمعادلة موضع خاص بي. يبقى لو عندي حبل واحد في المسألة رابط الكتل كلها ببعضها زي الأمثلة اللي فاتت، بيبقى عندي معادلة موضع وحيدة ومعادلة سرعة واحدة ومعادلة ازاحة واحدة ومعادلة عجلة واحدة. لو عندي في المسألة أو المنظومة اللي عندي فيها حبلين رابطين الكتل المتحركة مع بعضها، في الحالة دي لكل حبل فيهم على حدة بيبقى له سيستم من المعادلات. الحبل الاولاني هيبقى له سيستم من المعادلات، ليه معادلة موضع ومعادلة ازاحة ومعادلة سرعة ومعادلة عجلة. الحبل الثاني نفس الموضوع هيبقى له سيستم من المعادلات، معادلة سرعة وموضع وعجلة وازاحة. واعمل علاقة ما بين هذه المعادلات وبعضها اقدر اجيب المتغيرات الناقصة اللي عندي. تعالى بالنسبة للحبل الاولاني اللي هو رابط الكتلة ايه، الحبل اللي هو رابط الكتلة ايه مرة بالبكرة اللي فوق وبعد كده مر بالبكرة دي وبعد كده مثبت بالسطح الأعلى. طبعا هتختار ريفرنس، يا إما السطح العلوي
يا اما السنتر اعلى بكره بس بشرط تكون بكره ثابته وتنسب لها جميع متجهات الموضع. يبقى عندي من هنا لهنا موضع الجسم ايه، من هنا لهنا موضع الجسم بي، ومن هنا لهنا موضع الجسم اللي اسمه سي. بالنسبه للحبل الاولاني تعالى كده نستنتج المعادله الخاصه بيه بمجرد النظر. يبقى اعتبر ان الحبل الثاني غير موجود في المساله اصلا. الحبل الاولاني ده عباره عن ايه؟ رابط الكتلة ايه بالبكرة اللي اسمها دي، وبعد كده الحبل مثبت لأعلى، كنسل البي والكتلة اللي اسمها سي خالص، وبص للحبل ده فقط، يعني رابط حاجتين، الكتلة اللي اسمها ايه ورابط معاها البكرة اللي اسمها دي. بص كده للكتلة ايه مربوطة بكام جزء من الحبل؟ واحد، يبقى واحد اس ايه. بص للبكرة اللي اسمها دي، يعني معنى كده ان انا هاخد في الاعتبار البكرة اللي اسمها دي معايا في الاعتبار في معادلة الموضع، بعكس المسائل اللي فاتت ما كنتش بحط مواضع للبقرات الموجودة عندي. لأ، النوع ده من المسائل اللي لما يكون عندي حبلين أو أكثر هتلاقي إن فيه بقرة في النص رابطة الحبلين ببعض، يعني الحبل الأولاني بادئ بالإيه ومارر وبعد كده مربوط بالسطح العلوي، الحبل الثاني اللي هو مارر بالبي ومارر بالسي ومربوط في مين؟ فتلاقي ان العامل المشترك ما بين الحبل الاولاني والحبل الثاني اللي هو مكمل الحركه هي البكره اللي اسمها دي، يبقى لازم تعتبرها وكانها كتله وتحط لها متجه موضع. تعال نستنتج المعادله. يبقى البكره الكتله ايه مربوطه بجزء من الحبل، يبقى واحد اس ايه. تعال بص للبكره اللي اسمها دي مربوطه بكام جزء من الحبل؟ بجزئين، يبقى زائد 2 اس دي بيساوي كونستانت. يبقى دي معادله الموضع الاولانيه، اس اي زائد 2 اس دي بيساوي كونستانت. اقدر اطلع منها معادله الازاحه، يبقى دلتا اس اي زائد 2 دلتا اس دي بيساوي 0. اقدر اطلع منها معادله السرعه، ان انا افاضل معادله الموضع بالنسبه للزمن، يبقى سرعه ايه زائد 2 سرعه البكره اللي اسمها دي بيساوي 0. وكذلك اقدر اجيب معادله العجله بتفاضل معادله السرعه بالنسبه للزمن. ده بالنسبه للحبل الاولاني، كونت السيستم من المعادلات الخاص بيه. اروح للحبل الثاني اللي هو رابط الكتله بي، رابط الكتله بي مرن بالكتله سي، وبعد كده مربوط بالبكره اللي اسمها دي اللي احنا خدناها في الاعتبار عندها. تعال، عايز تستنتج المعادله بمجرد النظر ما عندناش مشكله، عايز تمشي وتعتبر ان طول الحبل مقدار ثابت وتشوف ايه المتغيرات اللي عندك والثابت ده هناك، تعال نشوف هنعمل ايه. لو عايز تستنتجها بمجرد النظر، بص للكتله بي خالص، كنسل خالص الحبل الاولاني نهائيا، فيبقى عندي كتله بي مربوطه بجزء واحد من الحبل اسمه اس بي، يبقى اس واحد في اس بي زائد. بص للكتله اللي اسمها سي مربوطة بجزئين من الحبل، جزء واصل لحد الريفرنس وجزء صغير رابط الكتلة بالبكرة اللي اسمها دي، وما تنساش ان البكرة دي بكرة متحركة. يبقى المفروض ان طول الحبل ده اقدر اشيله واحط مكانه اس سي. طب الجزء ده من الحبل عبارة عن ايه؟ لو خدت بالك عبارة عن اس سي ناقص اس دي. يبقى كده المعادله بالنسبه لي اكتملت، عباره عن واحد في اس بي زائد طول الجزء ده من الحبل اللي اسمه اس سي زائد الطول ده من الحبل لانه طول متغير عباره عن اس سي ناقص اس دي، هتبقى عباره عن اس بي زائد اس سي زائد اس سي ناقص اس دي بيساوي كونستانت، يعني اس بي زائد 2 اس سي ناقص اس دي بيساوي كونستانت. عايز تكون المعادله على اعتبار ان طول الحبل مقدار ثابت ما عندناش مشكله، انت عارف ان الحبل ده عباره عن الجزء ده اللي اسمه اس بي ده متغير زائد الجزء اللي مر على البكره ده مقدار ثابت هيروح الطرف اللي هناك مع الثوابت زائد الجزء طول الحبل ده اللي اسمه اس سي. يبقى أنا عندي كده اس بي زائد جزء ثابت زائد اس سي زائد جزء ثابت زائد طول الجزء ده من الحبل اللي هو عبارة عن اس سي ناقص اس دي، ده كله بيساوي مقدار ثابت. الثوابت هتروح هناك بإشارات مخالفة أو هتتجمع هناك في سلة الثوابت، فتلاقي المعادلة هي نفسها المعادلة اللي اس بي زائد 2 اس سي ناقص اس دي بيساوي كونستانت، وأقدر أطلع منها معادلة الإزاحة.
واقدر اعمل عملية تفاضل لمعادلة الموضع، اجيب معادلة السرعة واقدر اعمل عملية تفاضل لمعادلة العجلة، اجيب معادلة السرعة اجيب معادلة العجلة. هو ايه اللي انا مركز عليه في المسألة وعايز اشوفه؟ عايز اعرف متغيرات الحركة للكتلة A وللكتلة B وللكتلة C. ماليش علاقة بالبقرة دي، ده نتاخد في الاعتبار لانها هي العامل المشترك ما بين الحبل الاول والتاني. يبقى انا عندي ثلاث متغيرات، لو انا بص مثلا للسرعة، عندي المفروض سرعة A وسرعة B وسرعة C، ثلاث متغيرات. ده معناه ان انا علشان احل هذه المسألة لازم اتنين فيهم يكونوا معطيين في المسألة، وتحسب التالت، عشان كده توصف ان هي 2 degree of freedom. حل المسألة هيتم ازاي؟ لو انا عايز احسب السرعة مثلا، المعادلة الاولانية ديت بتربط لي سرعة A بسرعة البقرة، ودي بتربط لسرعة B بسرعة C بسرعة البقرة. هتجيب من هنا سرعة البقرة، او هتجيب من هنا سرعة البقرة بدلالة ال B وال C وتعوض في المعادلة التانية. يعني لو جيت مثلا من هنا هودي ال V دي هناك بإشارة مخالفة، يبقى معنى كده ان سرعة D هتساوي سرعة B زائد 2 سرعة C. هتروح تشيلها هنا وتعوض بيها، يبقى 2 وافتح قوس وحط مكان سرعة D سرعة B زائد 2 سرعة C، فبقت المعادلة عبارة عن سرعة A زائد 2 سرعة B زائد 4 سرعة C بيساوي كونستانت، معادلة في ثلاث متغيرات. يبقى لازم يكون فيه 2 معطيين في المسألة، وتقدر تحسب الثالث، عشان كده توصف ان هي 2 degree of freedom. خطوات حلنا او تلخيص اللي احنا قلناه اللي فات ده كله عشان اقدر احل اي مسألة حركة تابعة، لازم الاول احدد البوزيشن كوردينيت، ولازم اعمل عملية تفاضل لهذه المعادلة اللي هي معادلة الموضع، اجيب منها معادلة السرعة ومعادلة العجلة. فانت بعد ما بتحدد وتختار ريفرنس تنسب له جميع متجهات الموضع، ويتم توقيع متجهات الموضع لكل جسم على حدة منسوبة للنقطة الثابتة، والفرض اللي احنا افترضناه ان طول الحبل مقدار ثابت، جاي من ان احنا افترضنا ان الحبل اللي هيربط الاجسام ببعضها غير قابل للتمدد، وبناء عليه ان طول الحبل مقدار ثابت، تقدر تكون من هنا معادلة الموضع. اللي انت بعد كده تقدر تعمل لها عملية تفاضل مرة واحدة تجيب معادلة سرعة، تعمل لها التفاضل الثاني بالنسبة للزمن تقدر تجيب منها معادلة العجلة. تعال ناخد مثال بأرقام. بيقول لي للشكل الموضح انا عندي الكتلة A بتتحرك لأسفل بسرعة 3/10 متر كل ثانية، احسب لي سرعة B. اولا تعال ناخد ريفرنس نسيب له جميع متجهات الموضع. انا خدت سنتر اعلى بكرة اللي هي الثابتة، هنسيب لها متجهات الموضع. يبقى من هنا لهنا موضع الجسم A، ومن هنا لهنا موضع الجسم B. وما تنساش ان احنا اتفقنا، اتأكد انت عندك كم حبل موجود في المسألة، لان بعدد الاحبال بيكون عندي عدد من منظومات معادلات. ابدأ الحبل من اول نقطة فيه وتحرك مع الحبل. ملاحظ ان ايدك ما ترفعتش من على الحبل، معناها ان هو حبل واحد فقط. يبقى انا عندي مجموعة من المعادلات واحدة، معادلة موضع، معادلة ازاحة، معادلة سرعة، معادلة عجلة. وما تنساش ان احنا اتفقنا ان الاتجاه الموجب للحركة هو اتجاه زيادة متجه الموضع. يعني بالنسبة للكتلة A، فين الاتجاه اللي بيزيد فيه متجه الموضع لو اتحركت لأسفل؟ يبقى الحركة الأسفل للA هو اللي ده الحركة الموجبة. نفس الموضوع هتلاقيه مع البي، ان اتجاه زيادة متجه الموضع لأسفل، بمعنى كده ان الاتجاه الموجب للمنظومة اللي عندي كلها على بعضها هو الاتجاه الأسفل، والاتجاه السالب هو الاتجاه الأعلى. الراجل بيقول لي في المسألة ان الجسم A بيتحرك لأسفل، يبقى كده بيتحرك في الاتجاه الموجب ولا في الاتجاه السالب؟ يبقى بيتحرك في الاتجاه الموجب. يبقى سرعة A موجب 3/10 متر كل ثانية. تعال نكون المعادلات. حابب تكونها بنفس الموضوع اللي احنا شرحناه في الاول، ان طول الحبل مقدار ثابت وتحط الاطوال كلها، وبعد كده الاطوال الثابته توديها في سله المهملات هناك، ما عندناش مشكله. عايز تكونها بمجرد النظر، ما عندناش مشكله. تعال بص للكتله A. لو انا حطيت ايدي على الكتله، على الجزء الخاص بالسي، الجزء الكتله A دي مربوطه بكم جزء من الحبل؟ بجزئين، يبقى 2 اس A. كنسل الكتله A خالص بالسيستم بتاعها، روح للبي، مربوطة بكم جزء من الحبل؟ 3، يبقى زائد 3 اس بي بيساوي كونستانت. يبقى بما ان الحبل مقدار ثابت، يبقى العلاقة اللي عندي هتقول 2 اس اي زائد 3 اس بي بيساوي مقدار ثابت. بعد كده
روح اعمل لها عملية تفاضل بالنسبة للزمن، يبقى 3 سرعة بي زائد 2 سرعة A بيساوي 0. راح عوض بالقيمة اللي موجودة عندك، يبقى 3 سرعة بي زائد 2 في سرعة A اللي هي 3/10، تطلع لي ان سرعة بي بسالب 2/10 متر كل ثانية، والمفروض ان انت كنت متوقع ان هي تطلع بالسالب، لان الجسم A بيتحرك لأسفل في الاتجاه الموجب، فطبيعي ان الجسم B هيتحرك لأعلى يعني في الاتجاه السالب. تعالى ناخد مثال تاني. بيقول لي في عندي جرار زراعي مسميه ايه، الجرار ده هيستخدم في رفع الكتلة بي لأعلى او الاسفل على حسب الاحتياج عن طريق منظومة بقرة وفيها حبل مارق بها الزئبق. اولا انا عندي حبل واحد فقط، يبقى عندي منظومة من المعادلات واحدة. بيقول لي ان لو الجسم ايه ده تحرك لقدام بسرعة في ايه، استنتج لي تعبير اكسبريشن للسرعة بي كدالة في الاكس، وهو محدد لي مين الاكس على الرسم. الاول هو الراجل في الرسمة، هو حدد لي متجهات الموضع اصلا، وهو اختار النقطة الثابتة، فهو اختار النقطة الثابتة اللي هي النقطة دي على الارض، وبناء عليه ان بعد الجرار عن النقطة الثابتة اسمه اكس متحددة في الرسم، وبعد الكتلة اللي بتتحرك عن النقطة الثابتة اسمه واي. الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان طول الحبل مقدار ثابت، وان اتجاه الموجب للحركة هو اتجاه زيادة متجه الموضع، يبقى معنى كده ان لو الجرار ده اتحرك للامام فمتجه الموضع بتاعه اللي اسمه اكس ده هيزيد، يبقى ده الاتجاه الموجب للحركة. يبقى بالنسبة للجسم ايه لو اتحرك ناحية اليمين موجب، اتحرك ناحية الشمال سالب. بالنسبة لموضع الجسم بي ده الموضع بتاعه، بمعنى كده لو اتحركت لاعلى يبقى ده اتجاه زيادة الواي، يبقى اتجاهها الموجب لاعلى واتجاهها السالب لاسفل. وبيقول لي ان المسافة من اول البكرة الثابتة لحد الارض ده اسمها اتش، وطبعا واضح ان هي مقدار ثابت. وبيقول لي ان الطول ده من الحبل اسمه ال. حل المسألة طبعا هيعتمد على ان طول الحبل مقدار ثابت، فطول الحبل اللي هو عبارة عن الطول اللي اسمه ال زائد جزئين الحبل دول، كل جزء فيهم عبارة عن h ناقص y، يبقى 2 في h ناقص y زائد l بيساوي طول الحبل الكلي اللي هو مقدار ثابت. طيب طول الحبل الجزء اللي اسمه l ده ممكن اجيب طوله من المثلث القائم ده كدالة في x، يبقى ممكن اشيل ال l سمول واحط مكانها الجذر التربيعي ال x تربيع زائد h تربيع، فبقى 2 في h ناقص y زائد الجذر التربيعي ل h تربيع زائد x تربيع بتساوي مقدار ثابت. اعمل عملية تفاضل بالنسبة للزمن، طبعا تفاضل ال h ده مقدار ثابت بزيرو، يبقى سالب 2 y دوت اللي هي dy by dt. تفاضل الجذر بواحد على 2 الجذر، يبقى 1 على 2 في جذر h تربيع زائد x تربيع في تفاضل ما بداخل الجذر. تفاضل ال h تربيع بزيرو، تفاضل ال x تربيع ب 2 x x دوت، تروح الاثنين مع الاثنين فتبقى العلاقة سالب 2 y دوت زائد x في x دوت على الجذر التربيعي ل h تربيع زائد x تربيع بيساوي 0. وطبعا كانت ال x بتعبر عن موضع الجسم ايه، ف x دوت هي سرعة الجسم ايه. نفس الموضوع ال y كانت بتعبر عن موضع الجسم b، يبقى ال y دوت هي سرعة الجسم b، فده نقول العلاقة لسالب 2 في b زائد x في VA على الجذر التربيعي ل X تربيع زائد Y تربيع H تربيع زائد X تربيع، وتبقى العلاقة إن ال VB بيساوي X في VA على 2 جذر H تربيع زائد X تربيع، دي هتروح هناك بإشارة موجبة وأقسم على الاتنين. مسألة هتعملها تقرير، بيقول لي احسب لي أو استنتج لي اكسبريشن يعبر عن سرعة الجسم ايه. العربية بتتحرك لأسفل على سطح مائل كدالة في سرعة الجسم بي. شكرا لحضراتكم، ونلتقي ان شاء الله في المحاضرات القادمة.